حدثني أحدهم أنه حضر في الخفجي يوم الغزو، يقول جاء رجل عند محطة الوقود يقول من يقرضني 5 ريال وأنا أملك 5 ملايين في الكويت، يقول لك ما أقدر أصل إليها، أحتاج 5 ريال. فليس بالضرورة اليوم غني غدا غني، لا ليس بالضرورة، فاغتنم غناك قبل فقرك، ابذل ادفع لله يعني استخلف عند الله تبارك وتعالى، ابقي لك عند الله الذي تنفقه والذي يبقى.